معانا على الهواء المستشار لواء عادل العمده، المستشار بالاكاديميه العسكريه المصريه. صباح الخير على حضرتك يا سند. انا استاذ محمد، صباح الخير. حضرتك طيبين. يعني الشغل الشاغل دلوقتي للشارع المصري والعربي الحديث عن التطورات اللي بتحدث في لبنان تحت عنوان الهجمات السبرانيه اللي حصلت والمشهد ده، يعني عسكريا وتحليل حضرتك، قرات هذا المشهد ازاي؟ ولأي مدى بيتم استخدام أو توظيف هذا التفجير عن بعد ضمن الحروب ما تعرف بالجيل الرابع والخامس والحروب التكنولوجية؟ أهلا وسهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. طبعا ما تم سواء كان يوم الثلاث أو بالأمس الأربع، أعتقد أن دي في إطار اتساع دائرة الصراع لعدم وجود حل للقضية الفلسطينية أو الموقف في غزة أو حالته حتى الآن. دي انعكاسات لهذا الموضوع وتأثيرات سلبية أو تداعيات لهذا الموضوع. ما حدث في لبنان خلال اليومين اللي فاتوا اعتقد ان هو ممكن يكون من احد السيناريوهات الاتيه. هجمه سبرانيه الكترونيه تمت لمحاوله تحسين صوره الموساد على اعتبار ما حدث على عقاب 7 اكتوبر. فاللي حصل ان ممكن ده وارد جدا كتحليل باكثر الاقل في هذا السياق، ان يكون تم تجهيز هذه المعدات او الاجهزه، ان طب بطبيعه الحال العناصر التجمعات المسلحه الفصائل المسلحه لا تشتري اسلحتها او عتادها او اجهزتها من مصادر رسميه، فبتضطر من خلال وسطاء. وممكن يكون تم تجهيز هذه المعدات واجهزه البجر تحديدا اللي تم زرعها في حزب الله وعناصر حزب الله من خلال شركات خدت اللوجو فقط لا غير، ولكن وضعت فيها الاساليب او منهجيه لتنفيذ هجمه سبرانيه سواء من خلال فرقعات او من خلال نبضه او من خلال استهداف سبرانيه. شركه بتدل على ذلك ان شركه ايكوم اليابانيه قالت انها وقفت تصنيع هذا الموضوع من 10 سنين. وده دلاله على ان تم اختراق اللوجو بتاع الشركه ووضعه على هذه الاجهزه وتسويقها من خلال بعض الوسطاء الى عناصر حزب الله، وتم استخدامها في التوقيت المحدد لطبقا للاحتياجات لصاحب الهدف او صاحب هذه الضربه من خلال اختراق الوسطاء طبعا. اللي بيتم ده تاكيد على انتهاك القوانين الدوليه والانسانيه، واعتقد انه ضربه استباقيه قبل اتساع دائره الصراع، لان اسرائيل تنتوي عمليه عسكريه كبيره خصوصا مع الاتجاه الشمالي، الجبهه الشماليه في لبنان اضافه الى الجنوب اللبناني. الدليل على ذلك شتت الجنرالات اللي كانت اتقالت خلال الفتره اللي فاتت وافصح عنها خلال اليومين اللي فاتوا دول، والتواجد العسكري المكثف بعد في مناطق شمال قطاع غزه ربطا بالجنوب اللبناني يعني، والتعامل مع هذا الموضوع. الشكل العام بيؤكد على ان هناك اتساع لدائره الصراع. الدليل على ذلك ما ذكر رئيس الاركان بالامس الاسرائيلي في ان في نيه للتدخل، دي بدايه التدخل لانقاذ الرهائن سواء كانت في قطاع غزه او القضاء على حماس، بالاضافه الى التعاطي مع حزب الله احد الازرع الايرانيه. ايران ردت انها لها حق الرد على استهداف السفير الايراني في هذا الموضوع، واعتقد ان الاستخدامات اللي بتستخدمها دلوقتي حزب الله كبدائل للاجهزه اللي تم تدميرها، وجود شبكه سلكيه من 2008 موجوده داخل لبنان لحاله الموقف او للتجاوب بين عناصر حزب الله وعناصر تفجيرات لاسلكيه يا فندم، يعني ست لواء النهارده، هل هيبقى في رد من حزب الله؟ توسيع بؤره الصراع خليني اقول وتهديد السلم في المنطقه، احنا النهارده بنواجه ايه؟ يعني ايه اللي احنا هنشوفه في الفتره اللي جايه؟ اللي هنشوفه اكيد حزب الله والازرع التابعه لايران في المنطقه تحاول ترد، والدليل على ذلك التصريحات اللي قالها سواء مندوب ايران في مجلس الامن او في الامم المتحده او التصريحات اللي جت من صدر من الرئاسه الايرانيه ان هي بتحتفظ بحق الرد لاصابه السفير بتاعها على جراء استخدام هذا البتر او هذه الاليه. فاللي شايفه ان في هناك يعني استنفار في المنطقه. جميل. في اتساع لدائره الصراع غير مبرر للادراك او لتحقيق اهداف غير معلنه الا داخل نفس نتنياهو تحديدا لاثبات للتاكيد على ان مصلحته هي الغلبه وهي الاساس، رغما عما يحدث داخل اسرائيل
من تعديات سواء من اهالي الرهائن او الاصحاب او المحتجزين لدى حماس، والضحايا اللي بيجوا كل شويه من قبل حماس نتيجه عدم وجود حل جذري لدى نتنياهو في هذا السياق. ولكن هو بيطيل امد الحرب لاعتبارات سياسيه هو عايز يصل اليها في النهايه للبقاء على مصيره. طب سياده اللواء، يعني ما حدث بيفتح فصل جديد من الحرب عنوانه الحروب التكنولوجيه والسيبرانيه، وده شفناه ايضا في الحرب الروسيه الاوكرانيه، وشفناه في اكثر من موقف سياسي على مسرح الصراع الدولي خلال الفتره اللي فاتت. سؤالي لحضرتك بالتحديد، يعني الاجراءات التي يجب ان تتخذها الدول اللي هي في محيط هذا الصراع لتامين نفسها سيبرانيا ومعلوماتيا حتى لا يتم اختراق انظمتها المعلوماتيه. أزف إلى سيادتكم بشرى أن مصر ضمن التصنيف الأول في الحروب السيبرانية أو في الأمن السيبراني تحديدا. صحيح. مصر ضمن 12 دولة، الكلام ده من 3 أيام تحديدا. المؤشر الدولي للأمن السيبراني. بطمن الشعب المصري وأطمن نفسي وأطمن حضراتكم أن مصر الحمد لله تتخذ من الإجراءات ما يكفل لها تأمين أمنها السيبراني، والدولة المصرية حريصة على ذلك منذ البداية. الدلائل على ذلك هي التطوير في البنية التحتية المعلوماتية للتأكيد على عدم الاختراق واتخاذ كافة الإجراءات، يعني جبهة داخلية إلكترونية، قطاع الأمن السيبراني هيئة كاملة لهذا الموضوع. يعني عايز أقول أن مصر تأخذ الإجراءات للتأكد لها تأمين نفسها كاملا في هذا السياق، والدلائل أنها كانت 37 خلال سنة، النهاردة بقت 12 أو من ضمن 12 في المستوى الأول للعالم في هذا المكان. ويأكد ويرسخ لحضراتكم يقينا ثابتا أن مصر الحمد لله تسير في الطريق السليم. أكيد. وجود كبيرة طبعا بتقوم بها الدولة المصرية في تأمين مواطنيها. كل الشكر ليك اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية.